تمام. هكذا حولت ميليشيا الحوثي الإرهابية مزارع المواطنين في مديرية الدريهمية جنوبي الحديدة، فلم تكتفي بتهجير المواطنين الضعفاء قصرا من مساكنهم وقراهم هربا من قذائف الموت والألغام التي ملأت بها الطرقات والمزارع، فقتلت البشر والشجر وأكملت جرمها بتحويل مزارع المواطنين قبل دحرها منها إلى ثكنات عسكرية ومنصات صواريخ تشن من خلالها هجماتها على القوات المشتركة. كان لدينا في المزرعة حوالي ما يقارب 3000 نخلة، وكانت هذه المزرعة تنتج أكثر من 3 إلى 4 مليون. فبسبب المواجهات بين الطرفين قد حصل ما ترونه أمامكم من إتلاف لهذه المزرعة، وهذا الذي ترونه أمامكم هو جزء من المزرعة. أثناء تواجد ميليشيا الحوثي في هذه المناطق وبفعل أعمالها العدائية ضد المدنيين، تسببت في إتلاف معظم أشجار النخيل وألحقت دمارا واسعا بمزارع المواطنين في وادي رمان، وملأتها بالألغام قبيل اندحارها منها، مخلفة قصصا من المآسي ضحاياها من قضوا من الأبرياء والمواشي. هذه المزرعة تمام التي لدينا، وهي وفيها ما يقارب حوالي 3000 إلى 3500 نخلة تمام، وقد تلفت منها ما يقارب 75 إلى 80%، وكما والذي ترونه أمامكم هنا هو جزء من المزرعة وليس كلها. تعود الحياة بشكل تدريجي إلى هذه المناطق التي كانت قد أصبحت خالية من الحركة وغير قابلة للعيش بفعل الألغام الحوثية المزروعة في كل أرجائها، لكنها وبفضل الجهود التي دأبت القوات المشتركة على بذلها عبر لجانها المتخصصة في نزع الألغام تحولت إلى مزارع يقتات منها البسطاء من قاطني هذه المديرية الذين باشروا في زراعة الأرض وعادوا إلى أعمالهم واستئناف أنشطتهم الزراعية. تم نزع الألغام من هذه المزرعة بالكامل، والحمد لله استعادت النشاط من جديد، وهذه الآن خضراء بالكامل. مشروع حياة تقدمه القوات المشتركة من خلال تأمين جميع المناطق التي دحرت منها ميليشيا الحوثية، ولم تقدم للمواطن البسيط سوى القتل والدمار وتفجير المنازل وإتلاف المزارع عبر أدواتها المختلفة التي اختزلت فيه مشروعها الطائفي الدخيل الذي جلبته من حوزات قم الإيرانية لتدمير البلاد وقتل العباد وتحويل جميع المناطق التي تدب فيها الحياة إلى متارس قتال وحقول ألغام.